السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. فاليوم خروج المنتخب المغربي بالرتبة الرابعة والتحكيم ديال القطري الحكم القطري كان تحكيم صراحة هو محط تساؤلات، والقجاع كيوجه له واحد الانتقاد كبير كبير بزاف في المقابلة ويقول له لماذا فعلت ذلك. فصراحة التحكيم كان يعني كانوا واحد ضربة جزاء واضحين، حتى الحكم القطري كان التحكيم ديالو هو كان ناقص، والقجع كيوجه له واحد الانتقاد شديد شديد للهجة. وللأسف الشديد التحكيم يبقى دائما محط انتقادات، يعني صراحة فقرارات تحكيمية ظالمة دائما على فهاد المونديال ديال قطر. أيها المتابعون الكرام، للأسف المغرب يخرج بالرتبة الرابعة وهي رتبة كذلك مشرفة لأسود الأطلس اللي فرحوا المغاربة وبسموا على واحد المسار جد جد متألق في مونديال قطر، وكأول بلد عربي ومسلم وإفريقي يصل إلى المربع الذهبي في مونديال قطر.